في لقاء حصري وجديد تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة ياسمين عبد العزيز اللي بتظهر للمرة الأولى مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك في حلقتي الأربعاء والخميس القادم 8 و9 من شهر ديسمبر الجاري في برنامج معكم على قناة سي بي سي في تمام الساعة 9 مساء، وذلك حسب بيان رسمي. وبتحكي ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء تفاصيل محنتها الصحية اللي مرت بها مؤخرا وكيف ساءت حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم. كما تحكي ياسمين أيضا بالتفصيل كيف تطورت حالتها الصحية حتى وصلت إلى هذه الحالة، وبتكشف ياسمين أيضا عن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي اللي تسبب في مرضها حتى الآن. وفي الجزء الثاني من اللقاء بينضم لها زوجها الفنان أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء بيحكي أحمد العوضي كواليس الأزمة الصحية لزوجته وكيف تعامل معها، كما يحكي أيضا عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية. هو في هذا الجزء من اللقاء بيشارك أحمد العوضي وياسمين في مجموعة من الألعاب التلفزيونية اللي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.